السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا اليوم كانت أجواء معتدلة، درجات الحرارة تتفاوت ما بين 20 إلى 23 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد. متوقع أن تكون الأجواء في الليل مائلة للبرودة وقد تكون باردة خاصة على المناطق الغربية وكذلك المناطق الشمالية من دولة الكويت. أما الآن في منطقة مدينة الكويت وضواحيها، سماء صحو بشكل عام، الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. درجة الحرارة الحالية في مدينة الكويت وضواحيها 23 درجة مئوية، رطوبة نسبية 33% من الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. متوقع أن تكون الأجواء في منتصف هذه الليلة أعزائي المشاهدين أجواء تميل إلى البرودة خاصة على المناطق الغربية من دولة الكويت. 13 درجة مئوية في منطقتي شقاية والسالمي، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. أما بالنسبة للمناطق الوسطى وكذلك الساحلية متفاوتة ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من نهار يوم الغد، متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 درجات مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت. مناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 10 درجات مئوية إلى 15 درجة مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام. منتصف نهار يوم الغد درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 22 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت في منطقتي شقاية والسالمي. شمال الكويت في مزارع العبدلي 23 درجة مئوية، المناطق الجنوبية مزارع وفرة كذلك 23 درجة مئوية. مناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية، متوقع أن تتفاوت ما بين 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة للأجواء البحرية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية. متوقع تراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 أقدام. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:12، موعد شروق الشمس الساعة 6:37، موعد أذان المغرب الساعة 4:53. أما بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، أجواء يومي الثلاثة والأربعة السماء صحو بشكل عام، الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه في يوم غد الثلاثة. يوم الأربعة تبدأ تتحول الرياح للرياح الجنوبية الشرقية وتستمر ويانا إلى يوم الخميس. يوم الخميس قد راح تكون هناك زيادة في كميات السحب المتوسطة والعالية ابتداء من مساء يوم الخميس وفجر يوم الجمعة. هناك فرص الأمطار متفرقة تتكون ويانا ابتداء من عطلة نهاية هذا الأسبوع، تزيد فرص الأمطار إن شاء الله في يوم الجمعة وتستمر إلى يوم السبت على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة. درجات الحرارة متفاوتة بشكل عام من 22 إلى 23 درجة مئوية، أما الصغرى من 14 إلى 15 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن نعود إلى الزملاء في الاستديو.